قولوا لنا بس نفتح الباب ولا نقفله. اذاعه عادي ملوش دعوه ويسيب الناس تحكم. انا مع ده، انا مع المهنيه. طيب انا شخصيا مع المهنيه. طيب خلاص انا مع ان تذيع كل حاجه مالكش علاقه ده بتاع مين ولا ده. يا عيد يا عيد اللقطات بس. انا مع ده. هو مطلوب منه يعيد اللقطات بس. ثانيه واحده بس، ثانيه واحده. انا مع ده. لكن ما ينفعش اعلاميين كبار مره يقولوا للمخرج ويلوموه على انه ذاع لقطه ازاره ومره يرجعوا يقولوا له انت ليه عملت كده. مظبوط. ايه ايه التضارب؟ انا بتبقى انا مع انا ضد التضارب، لكن مع المهنيه انك تاخد كل حاجه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انت لو سمعت هدف الزمالك اللي في الكونفدراليه بصوت المذيع المغربي هتعرف ان احنا المهنيه عندنا غابت كتير فتره طويله جدا. كان ايه صوته ايه عشان ما سمعتهاش؟ الراجل بيعلق بشكل رائع على الهدف كانه هدف في المغرب، لانه مهني بيشتغل مهنه بدون اي اهواء شخصيه. للاسف ناس كتير ما بقتش تتقبل دلوقتي حته المهنيه. المعلق غير مخرج بصراحه، يعني انا ما ينفعش اكون معلق مصري ويهلل لي على كل نصب وكان في الزمالك. ما هو قال لك يا استاذ علاء مغربي يهلل، لازم لازم هو مهني. لا ازاي معلق؟ انا بعلق مش متحيز. المعلق حاجه والمخرج حاجه يا عمرو. المخرج ده واحد بينقل صوره صماء، لكن ما ينفعش معلق مغربي يحتفل بجون الزمالك. ليه ما احتفلش؟ ليه؟ ازاي هو يعني هو بيتعامل مع يعني احنا مثلا المعلق المصري هو بيذيع مباراه يا علاء. لا يا عمرو لا يا حاج ما ينفعش. يعني انا عايز متحيز، عايز المذيع المعلق طبعا لازم يكون زي عصام الشوالي لما كان في مباراه الاهلي والترجي الاولى كان متحيز للترجي لفريق بلده. ايوه طبعا غلط. طب ومين قال ان ده صح؟ لازم يكون متحيز. لا 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 هو مش جايبينه عشان يبقى متحيز. بس عايز اقول لك حاجه، ما بيبقى في قناه صوتيه اولى وقناه صوتيه ثانيه، فطالما كده اوكي. لكن لو هو لوحده اللي بيعلق فلازم يكون في مهنيه. لا لازم يكون محايد. المهنيه المهنيه تفرض عليه، المهنيه تفرض عليه ان هو يذيع الصح. لا طبعا اللي انت شايفه تقول. لا لا طبعا مش اهواء شخصيه. لا يعني انا مثلا علي محمد علي مثلا الاخ العزيز الزميل ده الترجي يكون في الاهلي يروح مهلل للترجي، وايه المشكله؟ لا طبعا مش هدف. هو بيعلق على هدف. هو بيعلق على هدف. احنا يا عم بيعلق بحراره بتاع في دوري ابطال اوروبا، لكن يجي شعب مصر انا مختلف و80 مليون اهلاوي ويروح مهل. 80 مليون جبتهم منين؟ انت عديتهم؟ نزلت عديت ال 80 مليون؟ عديناهم عديناهم. لا لا احنا عارفين الاحصائيات. ما هم كام طيب؟ ايه؟ لا انا ما عدتهمش. عدتهم ازاي يعني؟ 80 مليون عايزين نثبت اي حاجه وخلاص. 80 مليون و90 مليون الشعب المصري 110 عايزه 80 مليون اهلاوي. يا ما الواحد بيقول على الفطره اهلاوي. الشعب المصري على فكره بيقول على الفطره اهلاوي. على فكره ما فيهوش 80 مليون واحد بيشجعوا كوره اصلا. ماشي يعني في ناس كتير بس بالفطره اهلاوي. لا 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 اكتر من 80 مليون. لا لا مش الدرجه دي. اكتر من 80 مليون بيشجعوا كوره طبعا. اي حد مصري بيتولد بالفطره اهلاوي يا عمرو. ده كلامكم اللي هو يعني ايه شغل اللي جاي. انا لا اتفق معاك يا استاذ علاء في الحته دي للامانه. يعني طبيعي في ناس بتقول كده بس كده. بس يعني وقعت المخرج ده ادت ان حرمان مخرج مصري من اذاعه لا بالعكس كويس. لا اسمع بقى المفاجاه بقى كويسة. عرفت سمعت لان احنا اصلا احنا انفردنا بالخبر ده. سمعت في الانترو يومين لما قلنا ان الراجل الاخوان البرتغالي هو اللي هيجي يدير او يخرج مباراه النهائي الاياب بعد تحفظ الاتحاد الافريقي، وكان في محاولات اصلا ان الراجل ده هو اللي يدير الاربع نهائيات. طبعا التلفزيون المغربي رفض، التلفزيون التونسي رفض، وبرضه التلفزيون المصري كان رفض مباراه الاياب بتاعت الزمالك ونهضه بركان، وفي الاخر اصر الاتحاد الافريقي ان الراجل ده يكون موجود في المباراه النهائيه. بس المفاجاه ان الاستاذ اسامه الهواري مخرج المساعد بتاعه في المباراه الزمالك ونهضه بركان هنا في مصر هو هيكون المساعد بتاعه، مساعد لاخوانه بناء على طلبه. طبعا في المباراه. بس انا بس حزين يعني، انا كنت اتمنى ان يكون الاخراج مصري ونستفيد يعني. بس يعني دروس بنستفاد منها. انت عايز مين مخرج مصري؟ لا اي مخرج. انا بصراحه انا كلهم بكن لهم كل تقدير واحترام بصراحه يعني. ما ولا بحب اصنف ده اهلاوي ولا ده زملكاوي. بس انا بس المطلوب بس لما يكون في مباراه بحجم نهائي. طب انت ليه عايز المخرج يبقى مصري ودايما تيجي تقول انا عايز حكم اجنبي؟ ما هو المخرج زي الحكم. لا 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 فرق ليه كبير. ليه لا يعني لا بتيجي كبير. بتيجي عند الحكم المخرج. عايز اجنبي. لا لا المخرج ما بيتاثرش. لا هو المخرج برضه لا هيتاثر بيه المخرج. المخرج المخرج ماله؟ ما انت اللي بتلومه دلوقتي وبتقول ان لغى لقطه وما نزلش لقطه وما عادش لقطه. ما انت بنفس الكلام. ايوه بس دي حياه. دي مش ضغوط. ما احنا بنتكلم على الحياز. لا يعني انه عدم عيد لقطه دي مش ضغوط. ما هو ما تعرفش ضغوط في عربيه الاخراج. وهو الحكم ايه ضغوط وما بيحكمش. ازاي ازاي هو صفار. لا 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 ازاي. لا يا سلام. لا عنصر رئيسي من عناصر اللعبه. لا يا المخرج مش عنصر. لا لا رئيسي. عنصر لا مش عنصر رئيسي طبعا. لا بقى عنصر دلوقتي. يا جماعه بالمناسبه بعد الفار الحكم بقى عنصر. الفار بيبقى